طلقت الضحى والهار مطلوب تشوف طلقت الضحى والهار مطلوب ولو غليتي والغنى كسلام مخلوق عارف انك الزمن اللي لا يشروق وعارف انك الزمن الحبيب وحنوق عارف انك الزمن اللي لا يشروق وعارف انك الزمن الحبيب وحنوق تشوف ظلمة في الضحى والنهار مطلوب ولو غنيتي والغنى للسلام مخلوق والنهار مطلوب ولو غنيتي والغنى للسلام كأننا نقول للناس اختلسوا واسرقوا فإن لم يعلم بكم أحد فهو حلال لكم وإن علم بكم وأخذتم بجريرتكم ردوا ما سرقتم وأنتم في أمن وأمان حتى تتحينوا فرصة أخرى للسرقة. أين هذا في دين الله عز وجل؟